مساء الخير. حلقة جديدة تضاف إلى حلقات سابقة في ملف مصرع ضباط نظام أسد في ظروف غامضة. فقد نعت صفحات موالية اللواء علي ديب أحد أهم كبار ضباط في القوات الخاصة موضحة أنه دفن صباح الأحد في قريته عين العروس قرب القرداحة. اللواء القتيل كان قد شارك في مجزرة تدمر عام 1980 حيث كان أحد قادة اقتحام السجن، وكان أيضا قائد اللواء 138 التابع لسرايا الدفاع. كما شارك في مجزرة حماة الكبرى عام 1982، وكان قد اعتقل زوجة الرئيس اللبناني ميشيل عون عام 1990 بعد اقتحام بيته. كما سبق لديب قيادة الفرقة 14. وقد شهدت الشهور السابقة مقتل العديد من ضباط أسد بشكل مفاجئ ممن شاركوا في مجازر أو تولوا مناصب حساسة. فمن يقف وراء مقتل اللواء علي ديب وضباط الآخرين التابعين لنظام أسد؟ وهل بات هؤلاء الضباط يشكلون عبئاً على نظام أسد ووجب التخلص منهم؟ أم يندرج مقتلهم في إطار الصراع الروسي الإيراني في سوريا؟ في محورنا الثاني، لفتت مجلة فورين بوليسي أن تهديدات الحكومة اللبنانية بترحيل اللاجئين السوريين وتسليمهم لنظام أسد باتت حقيقية، مشيرة إلى أنها سلمت 300 لاجئ للنظام خلال شهر أيار فقط بعد إصدار قرارات رسمية بإعادة اللاجئين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، متهمة الحكومة اللبنانية بخداع اللاجئين. وبحسب المجلة، فإن السياسة المتبعة ضد اللاجئين في لبنان تعود إلى ثقافة الجذور اللبنانية التي تتركز على الطائفية وكره الأجانب، إضافة للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد. لافتة أن السياسيين اللبنانيين يتبنون رواية نظام أسد بعودة الأمان في سوريا دون اكتراث لعملية الاعتقال والتعذيب والتجنيد الإجباري. فإلى أي حد تتحكم الطائفية وكره الأجانب بنظرة اللبنانيين إلى اللاجئ السوري على حد تعبير فورين بوليسي؟ وكيف ستؤثر هذه النظرة على لبنان ومستقبله المشحون باحتمالات الانفجار مجددا؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. قبل الدخول في نقاش محاورنا لهذا اليوم، سوف نتوقف عند خبر اعتقال الناشطة رانيا الحلبي من قبل الأمن في مدينة عفرين منذ ما يقارب الشهر دون توجيه تهمة واضحة لها حتى هذه اللحظة، وذلك حسب ما وصلنا من ذويها. وللتنويه أيضا، فقد تواصلنا مع النائب العام في عفرين ولكن مع الأسف لم نتلقى أي رد، مع العلم أنه اطلع على رسائلنا. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط السياسي محمود الحمصي عبر الأقمار الصناعية معنا من عفرين. مساء الخير أستاذ محمود، وأهلا وسهلا فيك. طبعا للتنويه، الأستاذة رانيا الحلبي هي زوجتك، ماذا حصل مع الأستاذة رانيا تحديدا؟ مساء الخير. الحقيقة اتصلت فيني الناشطة رانيا الحلبي الساعة 3:30 تقريبا وخبرتني انه هي موقوفه لدى الامن السياسي. انا بدايه استغربت الامر، لانه قضيه الامن السياسي معروف انه هو اختصاصه مثلا الاحزاب، مظاهرات او اي شيء، ما اختصاصه انه توقيف ناس مدنيين، لانه المدني هو له في محكمه مدنيه، في شرطه مدنيه، ما في مشكله. تابعنا الموضوع، كان منتهي الدوام، فتاكدنا انه بالفعل هي موقوفه لدى الامن السياسي. نعم، موقوف الامن السياسي في عفرين فقط للتوضيح استاذ محمود. والوجهاء والحقوقيين انه يعرفوا. نعم نعم نعم، الامن السياسي في عفرين. نعم نعم، تتحدث. فبعدها حاول كثير من الحقوقيين والوجهاء والناشطين انه يتواصلوا مع تفضل اكمل. مع النائب العام او مع اي جهه مسؤوله لمعرفه اسباب التوقيف. الحقيقه هلا صار لها تقريبا قرابه الشهر، ما توجهت اي ادانه واضحه، ما توجهت اي ماده توقفت على اساسها، ما سمح لاي محامي انه يتوكل عنا، وما سمح للحقوقيين بمتابعه ملفها ابدا.
ما سمحوا انه زياره لحتى انه نعرف ليش انه السبب الوجيه اللي يستوجب انه توقيف شهر لحد الان بفرق امن، يعني انه حتى هي مدنيه، يعني المفروض انه هي تكون ضمن الشرطه المدنيه او المحكمه المدنيه اللي هي المفروض انه تتوكل الامر. فحاولنا كثير ما كنا نلاقي اي سبب للادانه، ما نعم. كنا نلاقي اي سبب لانه تكون انه موقفه التوقيف هذا اللي هي. والعفو يعني نحن للتذكير فقط، نحن اول مطلب كان من مطالب الثوره هو الغاء قانون الطوارئ، نجي بنلاقي انه نرجع نطبق قانون الطوارئ على انفسنا، فهذا الامر اللي بيحز بالنفس بشكل كبير يعني. طيب استاذ محمود، يعني اكيد رشح لك معلومات من لدى فرع الامن ما كان رشح لك معلومات من كواليس اعتقال الاستاذه رانيا عن سبب هذا الاعتقال، هل من معلومات وصلت اليكم حول اسباب الاعتقال؟ يعني لم يكن هناك اي رد بالمطلق ام كان هناك ردود غير واضحه؟ ما في اي سبب، مو بس انا يعني، مو انا كثير اللي تابعوا الحقوقيين والناشطين وجهاء العشائر انه يلاقوا انه بدهم انه سبب التوقيف اللي يعتبر جرم، لانه هلا انه وقت بده يتوقف اي انسان بده تتوجه له ماده جرميه، ماده قانونيه. لحد الان ما لقينا اي اجابه واضحه انه السبب الفلاني هو اللي توقفت على اساسه. نعم. للاسف انه نحن حاولنا كثير انه نعرف اي شيء، ما كنا نحصل على اي اجابه، ما حتى زياره ما حسينا نحصل على زياره يعني. نعم، طيب استاذ محمود، هل هذه هي المره الاولى التي يتم ايقاف يعني فيها الناشطه رانيا الحلبي مسؤوله؟ نعم. هلا معروف للجميع انه صارت متعرضه لنفس المساله اكثر من مره، وصار التوقيف اكثر من مره، وبالاخير بتكون كلها امور كيديه، امور انه حسب تقارير او كذا او اي امر من هالامور هي. نحن للاسف انه الناس المسيئين المفسدين ما بدهم انه الناس يكونوا الناشطين، يعني الناشطه رانيا الحلبي هي من اعمده الشمال المحرر هون باحياء المجتمع المدني، والى يعني ما بدي انا ازكيها بس الى افضال قويه كثير، يعني مين ما كان بفوت على اليوتيوب بس يكتب رانيا الحلبي بيعرف شو مجال عملها هون الانساني، مجال عمل الاجتماعي اللي كونته هون بعفرين، حتى بدورات اللغه التركيه، بدورات التمريض، بدورات اللي قامت واشرفت عليها، حتى وقت توقفت كانت هي مشرفه على حمله لقاح تقريبا واكبر قطاعات تحت اشرافها يعني. فللاسف انه حتى الناشطين الثوريين المفروض يكون لهم نوع من الحصانه، نوع من انه ينعرف انه سبب اي توقيف او اي شيء. نحن للاسف انه وصلنا لمرحله انه الناشط ما عم يعرف انه يعني انه له مكانه حقيقيه بالمجتمع. نعم، طبعا استاذ محمود اشكرك جزيل الشكر، الناشط السياسي كنت معنا من عفرين، سنعود لمتابعه هذا الموضوع في حال لم يطرا اي جديد، قضايا الاعتقال نتابعها في كل المناطق بما فيها المحرره، ودور الاعلام ان يسلط الضوء على هذه القضايا لكي لا يكون المعتقل منسي. شكرا جزيلا لك محمود الحمصي.